تقني سامي في الإعلامية الصناعية. تتفضل كان تسمح أحمد باش تقدم لنا رأيك. تفضل نعاود نذكرك أحمد 99 ثانية باش تعطينا رأيك وباش تقدم المبررات نتاعك والحجج والبراهين. تفضل أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالحضور الكريم. السلام عليكم. بسيط ما سأقول ولكن عسى أن يكون بليغ فينفذ إلى العقول فالقلوب. أولا، فصل الدين عن الدولة. عن أي دين نتحدث؟ إن كنا نتحدث عن الإسلام فالإسلام هو نظام حياة، فكيف يفصل عن الحياة؟ كذلك الإسلام عقيدته عقيدة روحية سياسية، أي من الإسلام ينبثق نظام حياة ينظم كل العلاقات. الإنسان عنده ثلاث علاقات: علاقته بربي على مستوى العقائد والعبادات، علاقته بنفسه مطعومات وأخلاق وملبوسات، علاقة الإنسان بالإنسان على مستوى العقائد وعلى مستوى العقود والمعاملات. إذن من يروم فصل الدين الإسلام طبيعة خاطر يقولوا فصل الدين عن الدولة أي دين. إذن المسيحية نعم عقيدة روحية سياسية، عقيدة روحية فقط ولا ينبثق منها نظام، أصلا هي لا تنظم لأن ليس فيها ذلك. إذن هذه هي العلاقات، ونحن نشوف أنه حتى القرآن الكريم كما قال وأقيموا الصلاة قال وأوفوا بالعقود، كما قال وآتوا الزكاة قال وأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، سياسة خارجية. سيدنا صلى الله عليه وسلم كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، تحدث على اقتصاد، على الملكية العامة، بترول والغاز، قال الناس شركاء في ثلاث: النار والماء والكلاء. من منكم ينجم يفصل روحه على جسد؟ أما الدولة في الإسلام لا مدنية تفصل الدين عن الحياة ولا دينية تحكم بالحق الإلهي، بل دولة بشرية تطبق الأحكام الشرعية.